طبعا النهارده اضطراريا النادي الاهلي بيلعب بهذه التشكيله نتيجه العديد من الاصابات. محمد هاني بيلعب قلب دفاع، وسام عاشور وعمرو السوليه بيلعبوا اثنين ارتكاز في نص ملعب النادي الاهلي، قدامهم احمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف اللي بيبدا النهارده مشواره الافريقي. بدا ماشيين اتنقل تحت اليمين على طول كريم ندفد اللي حقيقه بيقدم مستويات مميزه جدا منذ عوده النادي الاهلي الى المسابقه المحليه. وادي الكره العرضيه يا مروان محسن بتعدي اهو، ادي الكره من ناحيه اليمين اتلعبت عرضيه من حمودي، لعبها على طول لحمودي، تمريره على الارض مره ثانيه من حمودي الى قلب الملعب كده، والتمريره وحلوه مش ممكن يا والجول جوه جول. الهدف الاول، الهدف الافريقي الاول، ناصر ماهر يبدا مشواره التهديفي مع النادي الاهلي في مباراه افريقيه، اول هدف لناصر ماهر مع الفريق الاول للنادي الاهلي. يا ناصر، يا ماهر، ناصر ماهر من جيل ذهبي، جيل المنتخب الاولمبي الحالي وجيل منتخب الشباب السابق اللي لعب 2017 في بطولة افريقيا، يسجل اول اهدافه الافريقيه، اول يهدف كده مبكرا بهدف جميل جدا للنادي الاهلي. لسه طبعا في الدقائق دقيقه 9 من اللقاء، وادي الكوره بتخبط في كوليبالي وترتد تاني مره تانيه على طول يسدد ناصر ماهر، يلعب كره بينيه ناحيه شمال لمحمد شريف، موقف واحد ضد واحد اللي بيعدي منه، عدى محمد شريف، عدى ويلعب العرضيه انما تخبط وتطلع ضربه ركنيه. محمد شريف مميز في نادي يوفنتوس تسمى على اسمه. ادي الكوره تاني اتلعبت من حمودي، حمودي هات وخد، حمودي وناصر ماهر، حمودي تسديده من بعيد تطلع بره الملعب يا احمد حمودي. شوفوا ايقاع البطوله سريع جدا لانها خلال 6 شهور فقط. ادي الكره تاني بينيه حطت على طول لحمودي، عدى حمودي والعرضيه مش ممكن يا مش معقول مش معقوله يا 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 كان هيجيب الجول التاني، كان هيجيب الجول التاني في مشواره مع النادي الاهلي في نفس اللقاء. يا مش معقول مش معقوله الفرصه مع المهاره ناصر ماهر، اللعيبه القصيرين دي دايما يبقى قريب من الارض كده والمهاره العاليه. ادي ناصر يلعب العرضيه مش ممكن يا راجل يا راجل يا حمودي، مش معقوله مش معقوله يا 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 يا, يا مش معقوله مش معقوله. نقلها على طول مره ثانيه، هات وخد، جراكو حطها في الامام عند وكارا، انما تسديده من بعيد تطلع بره الملعب قوي. تسديده محمد شريف، محمد شريف يلعب عرضيه على طول ما استناش عليها، ناصر ماهر بتعدي تروح لحمودي يلعب البينيه، حمودي يا ولد يا ولد يا مروان، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا مروان يا محسن. يجيب الهدف الثاني، يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 39، 2-0 مروان محسن يجيب هدفه الافريقي الثاني، هدف الافريقي الثاني. بقول لكم في دي للاعبين الاسيويين. ادي الكره ثاني نقلت بينيه، ترجع نص الملعب والبينيه الاماميه خطيره، الحمد لله الحمد لله. شوف الكره البينيه اتلعبت في عمق الدفاع، المشكله اللي بيعاني منها النادي الاهلي دايما الكرات البينيه ديت. بص الكره يا جماعه اتلعبت في العمق، هي دي المشكله. بصوا فين محمد هاني والتغطيه من حمودي، ياخدها حمودي للمره الثانيه، حمودي يطلع مع ندفد، ندفد من ناحيه اليمين هيعمل ايه؟ رقص رقص حمودي ندفد ويلعب الكره العرضيه، انما يطلعها مروان محسن بره الملعب اوت. كوره زي كده مصطفى عبده عمل عرضيه للخطيب امام في نص الملعب، وبيقوم بدور سيرد باك ثالث كده اما الاهلي يفقد الكوره او يكون معاه الكوره بيرجع بين قلبي الدفاع، لكن في هذه اللحظات يطلق صادق سلمي صافره نهايه احداث الشوط الاول، تقدم النادي الاهلي 2-0 بهدفين ناصر ماهر ومروان محسن.